للمزيد ينضم إلينا من الخليل عادل شديد خبير الشؤون الإسرائيلية. سيد عادل صباح الخير. لو تحدثنا بداية عن الهدنة الجديدة، يومين إضافيان يضافان الآن إلى الآن إلى الهدنة التي انقضت 4 أيام ومرت بسلام والحمد لله دون خروقات إلا الشيء اليسير. كيف يمكن أن تقرأ اليومين المقبلين وإمكانية يعني البناء عليها لهدن أطول أو لوقف إطلاق النار إن صح التعبير؟ صباح الخير لك ولمستمعيكم ولمشاهديكم. يعني نجاح الأيام الأربعة الأولى من الهدنة هو يعكس مجموعة من المسائل، أولاها حاجة ومصلحة الطرفين في موضوع الهدنة لما لها من وقف إطلاق النار للطرفين وإدخال مواد تموينية وغذائية وطبية لغزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإسرائيليين، ثم جدية الوسيطين، جدية الطرف المصري والقطري، وواضح أنه أيضا الأمريكي له مصلحة بالحفاظ على الهدنة. وأعتقد أنه اليومين القادمين لن يختلفا عن الأربع أيام الأولى للأسباب نفسها، ولكن ما هو أكيد أنه أن الهدنة لا تعني وقف إطلاق نار نهائي. الهدنة هي وقف إطلاق نار مؤقت نتيجة كما تحدثنا يعني مصالح آنية لدى كل طرف، ولكن بالنهاية قد تعود الحرب، ولكن لن تكون بنفس الزخم والتأييد الأمريكي والغربي الذي كان قبل الهدنة، وخاصة أنه يعني كل يوم يمر الرواية الفلسطينية تزداد متاني وموثوقية ومصداقية عالمية، كما تتراجع وتتهشم الرواية الإسرائيلية التي يعني بدأت بخطاب فيه نزع إنسانية وأخلاقية عن الشعب الفلسطيني ومقاومته وحركة حماس، وفيه شيطنة ودعشنة ووصف حماس بالنازية والهتلرية وما شابه، وبحينه كان هنالك الكثير من القوى الغربية وكل أطقم وأركان الإدارة الأمريكية تبنوا ذلك. واضح الآن بعد مرور 50 يوم على بدء المعركة وما يعني والكثير من التطورات والتفاصيل التي برزت أول أدت بالنهاية إلى يعني تراجع كبير في مصداقية الرواية الإسرائيلية حتى من أقرب المقربين لإسرائيل وهم الإدارة الأمريكية، والذين يعني كشف النقاب عن أنه تم تضليلهم بالكثير من التفاصيل المضللة مثل قطع الرقاب وقطع الرؤوس وإحراق الجثث واغتصاب النساء ثم قضايا أخرى. قلت أكيد سيد عادل، يعني هذا بالفعل ما ساهم في تغيير مواقف بعض الدول الأوروبية التي كانت داعمة وبشكل كامل للموقف الإسرائيلي، ولكن لا تبقى المشكلة فقط في نجاح هذه الهدنة وما أسفر عنه من تبادل الأسرى والمحتجزين ما بين الطرفين، ولكن مشكلة الجانب الإسرائيلي في إرادته أو في رغبته في القضاء على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. كيف يمكن سيد عادل يعني تحقيق هذا الهدف للجانب الإسرائيلي دون استكمال الحرب ودون إراقة مزيد من الدماء؟ يعني حضرتك ذكرت أنه متوقع أن يتم استكمال هذه الحرب ولكن ليس بنفس الوتيرة. أوكي، بس ما هو كمان يعني علينا أن نفهم أنه إسرائيل ليست قدر المنطقة وليست الإله ولم تعد شرط المنطقة كما أريد لها. إسرائيل يعني تتعرض إلى تحديات مهينة لها بالشمال وتفكر مليار مرة قبل أن تواجه حزب الله، بمعنى أنه الذي يحرك إسرائيل هو منطق القوة. كلما أيقنت أنه حدود قوتها لا تؤهلها لتحقيق أهدافها
تفكر جليا، وحين ترى أن قوتها قادرة على أن تحقق مشروعها لا تحسب حساب لأي جهة. وفي الموضوع هذا يعني هنالك فرق كبير بأن تفتح إسرائيل حرب مفتوحة على غزة بشرعية وغطاء ودعم دولي، وما بين أن تخوض حرب على غزة في ظل رفض وانتقاد دولي. هذا موضوع مهم جدا، والإسرائيلي يحسب له حساب، لأنه حين لم تكن حين تغيب الشرعية الدولية عن أي حرب لإسرائيل، هذا يعني إعطاء شرعية قوية للمقاومة الفلسطينية وحركات المقاومة بالمنطقة كلها لمواجهة إسرائيل بالحد الأقصى من 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 قدراتها. وهذا إسرائيل تفهمه جيدا، بمعنى إنه إسرائيل وضعت أهداف عالية وليس من الضرورة أن تنجح في تحقيقها، وعلى الفلسطيني والعربي أن يفشل المشروع الإسرائيلي. بال2006 رفعت إسرائيل مطالب وأهداف للحرب مع لبنان ولم تستطع تحقيق أي من أهدافها، وبحينه كانت الإدارة الأمريكية أكثر تطرف للإدارة العالية، كانت إدارة جورج بوش الإبن، كان مستشار الأمن القومي جون بولتون، كان ولم تستطع إسرائيل أن تحقق أي. لكن الموقف الآن مختلف ربما قليلا أو كثيرا سيد عادل. تضررت إسرائيل في 7 أكتوبر كثيرا في موضوع الاستهداف الذي طالها وقتل منها ما قتل ودمر منها ما دمر وانهيار النظرية الأمنية الإسرائيلية. فبالتالي التساؤل كيف يمكن أن يستطيع المفاوض العربي أو حتى المقاوم الفلسطيني البناء على ذلك ومحاولة إسقاط المطالب الإسرائيلية، ومن أهمها طبعا موضوع تقسيم لغزة، كما قال قبل قليل أحد ضيوفنا الأكارم بأن هنالك موضوع تقسيم شمال غزة وعدم الانسحاب منه. يعني إسرائيل أرادت بالأيام الأولى تهجير غزة، ولولا الموقف الفلسطيني والمصري والأردني لرأينا الآن 1,000,000 فلسطيني على الأقل خارج قطاع غزة. يعني ليست المنطقة خاضعة فقط للإرادة الإسرائيلية، ويجب أن تواجه إسرائيل ويجب أن يواجه مشروعها. إسرائيل بالنهاية إن أرادت أن تستمر في مشروعها لتحتل قطاع غزة ولتعود لتحكم قطاع غزة، ومستقبلا ستبحث عن أي جهة في الكون لإنقاذها وإخراجها من غزة. يعني المنطقة موازين القوى تتغير، واليوم إسرائيل ودفعت ثمن في 7/10، لا شك أنه ثمن مهم جدا، ولكن الصراع لم يبدأ مع إسرائيل بال7 أكتوبر. الصراع عمره 75 عام. وإذا إسرائيل استمرت بسياساتها وبغرورها وبعنجهيتها ستتعرض لعمليات أكبر بكثير من 7 أكتوبر. يعني الزمن والعصر الذي كانت تضرب فيه إسرائيل ولا تضرب يجب أن يفهم أنه انتهى. نعم سيد عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من الخليل، وافر الشكر لك لانضمامك معنا في هذه التغطية.